يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تحريم القتال في الأشهر الحرم هل هو باق إلى الأبد؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أنه منسوخ، الصحيح أنه منسوخ في قوله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذا المراد به خطاب لولاة الأمور أن يجاهدوا المشركين في كل وقت، في كل وقت، ولم يستثني وقتا دون وقت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والمراد بالأشهر الحرم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم ليس الأربعة، وإنما المراد بها أشهر السياحة، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، المراد بها المدة التي أعطاها الله للمشركين بعد نبذ عهدهم إليهم، أعطاهم فسحة أربعة أشهر ثم بعدها يقاتلون. فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي أشهر الفسحة والسياحة، حينئذ يقاتلون. وهذا من أدلة نسخ الأشهر الحرم التي هي ذو القعدة التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. نعم.